مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا في فقرة متميزة مع ضيوف متميزين أيضا في فقرة أصل الحكاية، في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على تقديم أفضل الخدمات يعني لمتعامليها، حازت مياه زلال على الأهمية لما أو زلال على الأهمية لما للمياه من أهمية وقيمة وحاجة أساسية للفرد والمجتمع. نتعرف مشاهدينا الكرام أكثر على مياه زلال، خلونا نلقي نظرة عن كثب مع الأستاذة حنان الخيال نائب التسويق في مصنع زلال، والأستاذة أيضا أميرة حسين عبد الرحمن مدير إنتاج في مصنع مياه زلال. صباح الخير، حياكم الله، يا هلا وسهلا. حياكم هلا وسهلا، سعيدين بتواجدكم يعني اليوم. شكرا. الله يسلم. في البداية بس يعني الأستاذة أميرة حثينا يعني عن كيف نشأت الشركة وشو منو زلال؟ مصنع مياه زلال نشأ سنة 1995 في منطقة الخان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، وانتقل المصنع بعد ذلك إلى سنة 2007 إلى منطقة حمدة للاعتماد على مياه الآبار في هذه المنطقة. نعم. جميل. طبعا يعني اليوم اكيد هذه المياه يعني لها اليات وتقنيات معينه لانتاج هذه المياه، اذا بتخبرينا استاذه حنان عن طبعا الالات والتقنيات المستخدمه عندكم في المصنع. بخصوص الالات والمكاين المستخدمه الاخت اميره يعني نعم عارفين عنها. مصنع مياه زلال يعتمد على مياه ابار حمده الطبيعية النقية، يتم استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا المتطورة في تنقية وتعبئة ومعالجة المياه. يعمل المصنع بنظام ميكنة آلية كاملة، يستخدم حاليا الإنسان الآلي الروبوت في المصنع. يحرص المصنع دائما مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة في مجال تعبئة وتنقية ومعالجة المياه. تم أخيرا خفض نسبة الصوديوم إلى نسبة 3 ملي جرام في اللتر، ليكون الحين ضمن المياه ضمن أفضل المنتجات العالمية. نعم. نعم. طبعا احنا نشوف على عبوات المياه يعني دائما مصادركم من آبار حمدة، هل الشركة معتمدة اعتماد كلي على حمدة ولا أن في مصادر أخرى رئيسية؟ سؤال حلو. طبعا احنا اعتمادنا الكلي على مياه آبار حمدة الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض بشكل أساسي ورئيسي لجميع منتجات زلال. نعم. جميل. طيب أستاذة حنان، يعني ما شاء الله اليوم مياه زلال يمكن معروفة للجميع، حتى يعني مجرد تذوقها تحسين أن فعلا كم هي مياه عذبة ومعقمة وجيدة فعلا للاستخدام. اليوم شو اللي يميز مياه زلال عن غيرها يعني من الشركات؟ نحن يعني حتى هني في المؤسسة معتمدين على زلال، موجود عندنا دائما في كل صباح المياه زلال، لذلك شو اللي يميزها اليوم عن غيرها؟ مياه زلال تمتلكها حكومة الشارجة بنسبة 100%. نعم. ومصادرنا موارد مياه جوفية 100% من آبار حمدة. والمصنع في منطقة معزولة وخالي من السكان وخالي من التلوث على مدى 10 كيلومترات. بالإضافة لمصنع زلال حاصل على عدة شهادات، منها شهادة الهاسب والشهادة العالمية الآيزو وشهادة المواصفات الإماراتية اسمه. وينصح الأطباء بعد باستخدام مياه زلال نظرا للنقاوة والجودة العالية. صحيح، نحن نلاحظ حتى الكميات الموجودة عليها يعني موجودة كذلك أن الصوديوم قليل فيها، بالإضافة لذلك حتى موجود رقم مجاني يعني حتى للتواصل معكم مباشرة. خبرينا من خلال مثلا هذه الأرقام اللي موجودة أو الموقع الإلكتروني، شو الخدمات اللي تقدموها للجمهور؟ هو بالنسبة للأرقام هاي يعني نحن نوصل المياه يعني
توصلونها يعني ممكن طلبها عن طريق هذه الأرقام؟ عن طريق الأرقام. في فروعكم موجودة في أنحاء الإمارات؟ موجودة. نعم. طيب يعني السؤال دائما يعني في بما يخص الإنتاج وكذا، كيف يتم تحديد مثلا الكميات اللي يحتاجها السكان مثلا؟ يعني كم عبوة في اليوم عندكم؟ كم مثلا المقدار هذا اللي يطلع يوميا؟ يعني كيف أنتم تسدون حاجة الناس مثلا والطلبات؟ يعني هل هي طلبات مثلا دائما في ازدياد كل ما يكتشفون شيء جديد، يعني مثلا كيف توفون هاي الطلبات؟ بخصوص الطلبات، الهيئة عدة خطط تسويقية متكاملة. نعم. للترويج عن مياه زلال. نعم. عن طريق التطبيقات والبرامج الإلكترونية ووسائل الترويج المختلفة، ويتم توزيع منتجات مياه زلال بشكل مباشر نظراً للإقبال المتزايد على المياه. نعم. يعني اليوم احنا نشوف ما شاء الله في الأسواق تحدي كبير ما بين شركات كثيرة خاصة داخل الدولة وبرع الدولة. الناس يعني للأسف يشوفون الظاهر، يعني والله يعني اليوم أنا شربت ماء نوع معين من خارج الدولة أن هذا لا من آبار بعد نظيفة ومش عارف كذا. فكيف أنتم اليوم تواجهون هاي التحديات يعني وتتفوقون، لأن السوق صعب صاير بالنسبة لكم يعني، أو التحديات يعني؟ يعمل استخدام أفضل التكنولوجيا التطبيقية ومواكبتها بأفضل المعايير والمقاييس. فريق جودة عندنا متخصص ويلبي طلبات الجمهور. وطبعا احنا حاصلين على عدة شهادات وفق مقاييس منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة المقاييس الإماراتية الجودة ومواصفات الخليجية. ضمن هاي المعايير احنا نروح عليها ومواكبة جميع التطورات التكنولوجية في مجال تعبئة المياه. جميل. طيب اختي أميرة، اليوم يعني ما شاء الله الطلب الزايد على المياه بشكل عام، خصوصا يوم يكون مياه جودتها عالية فيكثر الطلب عليه، اليوم مع الزيادة السكانية مع الإقبال الكبير على إمارة الشارقة، يعني كم مثلا نقدر نقول بالأرقام مثلا الكمية اللي تنتجونها؟ أيوة. يوميا ينتج المصنع، طبعا احنا منتجاتنا عندنا 5 جالون، ومنتجات الأكواب عندنا 100 ملي و150 ملي و200 ملي و250 ملي، وعندنا البي اي تي 330. انتاجنا ال5 جالون في الساعة 1500 عبوة في الساعة. ماشي. وبالنسبة حق الأكواب 12000 عبوة في الساعة. والبي اي تي 330 4500 عبوة في الساعة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اليوم ما شاء الله عليكم يعني على هاي الكميات، بس يعني مثل توضيح يعني أبو، اليوم الناس حاطة في بالها أن أي ماء أقل صوديوم معناته هذا الماء مفيد لي، فهل هاي المعلومة صحيحة ولا أن هناك في معايير يعني، أو لأن في أرقام محددة مثلا رقم فاصلة كذا، فشو الأفضل من يعني المقاييس العالمية؟ المقاييس العالمية في رينج مفتوح لـ 50 ملغرام فرد. ايوه بس فعلا كان قبل اساس المصنع لما كان معتمد على مياه المقطره. نعم. هناك مياه البحر كانت 25 ملغرام في اللتر، فيعني لما وصلنا للابار هني نزلنا نسبه الصوديوم الى 3 ملغرام في اللتر، الى هو في رينج من 3 الى 6 ملغرام في اللتر. فهالرينج يعتبر مياه لو صوديوم. نعم. جميل. طيب أخت حنان، اليوم كيف شو الخطة التسويقية اللي عندكم اللي تقدموها، خصوصا مثل ما قال جمال قبل قليل إن اليوم في وايد شركات ظهرت حتى غير يعني من خارج الدولة، في داخل الدولة اليوم أصبح في كثير شركات منافسة، فاليوم عليكم أنكم مثلا يكون عندكم خطة تسويقية يعني جيدة جدا حتى تقدرون على التنافس، فاليوم كيف قدرتوا على هذا التنافس؟ الحمد لله بالخطة التسويقية المتكاملة اللي نحن حاطينها، يعني ما شاء الله سلسلة العملاء يعني عملاء المصنع يعني كل المدارس الجامعات. عندكم حتى عملاء ثابتين على مدار العام يعني توزعوا لهم بشكل دوري. هي والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات العامة والشركات. نعم. في إمارة الشارقة. نعم. طيب إذا قلنا مثلا تخيل الحين المصنع قدامنا الحين مثلا، بس لو تشرحنا بشكل مبسط يعني المراحل. الحين نشوف بعض على التلفزيون يعني المراحل اللي تمر فيها يعني إذا في تم معالجة المياه احنا.
بعدة عدة مراحل الفلاتر، ومثل فلتر كربوني، فلتر ميكروني، فلاتر فائقة الجودة. ثم تم التعقيم بغاز الأوزون، لأن الأوزون له قدرة عالية على قتل جميع أنواع الميكروبات والبكتيريا دون ترك أي أثر في الماء. لأن O3 يتفكك بعدين يتحول لأكسجين O2 فما يأثر في الماء. بالنسبة حق عبوات الخمسة جالون نتعاد استخدامها، فهاي تمر في عدة مراحل للتنظيف والتعقيم بأفضل معايير ومقاييس العالمية. تقريبا تمر 20 مرحلة بين التنظيف والتعقيم وبخار ومنظفات ديترجنت اكزونيا، ماي فيها اوزون، اخيرا المراحل الاخيره الماي زلال، تنظف تغسل ماي زلال، ذلك حرصا وحفاظا على سلامه العملاء. الفتره هذه يعني 20 مرحله كم الوقت استغرق يعني تقريبا؟ فتره تنظيف الماي ولين ما توصل العبوه هي تقريبا دقائق يعني. تكون طبعا كمية كبيرة من المياه، لأن هي أصلا يتم مرورها بهذه المراحل. أنا مكينة ضخمة فيها عدة نوزل. والله قبل احنا يمكننا في المدارس صغار يودونا المصانع نشوف شو يسوون احنا هالايام. بس ما كنا نعرف يعني هاي المراحل فعلا تمر بهذه المراحل. طيب اختي حنان، اليوم هل مياه زلال فقط في إمارة الشارقة ام موجودة كذلك في إمارات اخرى؟ حاليا نحن معتمدين على إمارة الشارقة، مثل ما قلت لك ان نحن عملائنا من المدارس والجامعات والشركات. الاساطير اللي تطلع من عندكم يعني لكل الامارات صحيح؟ يعني حاليا في الشارقة التركيز في الشارقة. وفي إمارة في دبي وفي عمان وفي راس الخيمة. هل عندكم خطة مثلا للتوسعة فيما بعد، مثلا انها توصل حتى لكافه الاماكن؟ اي طبعا ان شاء الله في الحين في توجيهات من رئيس الهيئه. الدكتور راشد الليم. مصنع بيتطور الى ان شاء الله في خلال الفتره القادمه. في اجهزه جديده بتوصل ان شاء الله، وحاولين نفكر ان نكون عالمي ان شاء الله. جميل. بس هذه الاجهزه يعني شو بتقدم زياده؟ يعني ما شاء الله اليوم حدثتينا انه يعني بتكون مفاجاه حلوه ان شاء الله. يعني حدثتينا انه ما شاء الله يمر بمراحل كثيره، حتى ان تفاجئنا انه 20 مرحله يمر فيها المياه. لا ان شاء الله احنا بننتظر هاي المفاجاه. وبعدين يعني هيئه الكهرباء والمياه الشارقه دائما احنا نسمع حتى في الاخبار صحيح. يعني دائما الحرص في التطور التطور التطور. اليوم ما شاء الله حتى يعني في مصنع ماي زلال. لكن اذا تكلمنا عن الكادر الوطني، كيف شو نسبه الكادر الوطني عندكم انتم في الشركه؟ والله احنا عندنا الادارات كلها مواطنين. وفي العمال طبعا اكثريتهم من الوافدين للعمال. الأيدي العاملة. يعني نسبة التزايد في طلب ماي زلال يعني كثيرة بشكل سريع ولا أنه يعني؟ أي هي في تزايد. في تزايد وإن شاء الله نقدر نغطي يعني الطلب. لا إن شاء الله دام تقلت مفاجأة أكيد يعني الحين يسمعونا الشركات الثانية بتسوي حساب. طيب أختي حنان، اليوم يعني ما شاء الله أنتم عندكم خطة تسويقية، كذلك عندكم العبوات إعادة تعبئتها مرة ثانية، فاليوم كذلك معناته أنتم حتى توفرون هذه العبوات مصنعة بشكل مثلا جيد ممتاز، فاليوم كذلك إعادة استخدامها مرة أخرى كذلك يوفر حتى في هذه المواد المستخدمة في العبوات. اليوم كيف يتم إعادة تعبئتها؟ بالنسبة للعبوات نحن نستقطبها من العملاء. تمر بكذا مرحلة، أن أول شيء يكون العبوات هذه إذا كانت يعني صالحة للاستخدام مرة ثانية أو لا. تقريبا 4 أو 5 مراحل يشوفونها مدى صلاحيتها، وتدخل في بعد أنظمة تعقيم وتنظيف ونعبيها مرة ثانية ونعيد استخدامها. جميل. حتى توفر في العبوات نفسها يعني ممكن تختلف إعادة استخدامها أو تعبئتها؟ توفر في كمية العبوات؟ في التوفير هي توفر. جميل. هذه كيف تصير يعني العملاء
يعني يتواصلون وياكم ويرسلوا لكم هذه العبوات الفارغة؟ نحن بطريقة التوصيل يعني نوصل العبوات الجديدة وناخذ المستهلكة أو جميل. طيب إذا تكلمنا اليوم مثلا عن طريقة أنا شخص حاب أني أنا مثلا أتعامل مع شركة فيها الثلاجات هذه اللي الموجودة داخل البيوت أو المحلات أو بس لو بشكل سريع يعني الإجراءات يعني كيف أنا أقدر أتصل على شو الأرقام اللي أقدر أتصل فيها الخدمة متى كم تأخذ لما تؤيون مثلا سيارتي وتنزل لي الأسعار يعني بشكل طرق التواصل موجودة على العبوات تقدر تتصل بالرقم المجاني وتتواصل معهم وهم بيوفروا لك العبوات أو على حسب احتياجك الأسبوعي يتم توفير الثلاجة البرادة إذا على حسب الاستهلاك. هذا الرقم جمال يعني اشرب واتصل 800 666 666 هذا الرقم المجاني هذا اللي يوصلون عن طريقه كذلك الموقع الإلكتروني www.zulal.ae من خلاله يتعرفون على طبعا الخدمات اللي تقدمونها وكل جديد كذلك لمياه زلال. لكن الثلاجات هذا إذا صار فيها خلل مثلا هل مثلا أنا لازم أدفع رسوم إضافية على ثلاجة جديدة ولا هي مثلا لا نستبدل الثلاجة القديمة اللي فيها عطل بثلاجة جديدة والثلاجات اللي عندنا من نوعية ممتازة هي نوع واحد ولا في أنواع نوع واحد فقط هو بس يعني حتى البراميل المايل هذا كم على حسب ما أنا أبغي مثلا ولا أنتم تحددون مثلا لك على حسب استهلاكك أنت اللي تحدد الاستهلاك الأسبوعي لك وكل شيء بسعره طبعا يعني. نعم جميل نقطة بعد هامة جمال أن اليوم يعني المياه ذكرتونا أنها موجودة في المدارس المدارس مؤسسات الحكومية كلها والجامعات والمدارس والمؤسسات العامة جميل هل اليوم المتعامل اللي بيكون موجود وياكم مثل ما قلنا بشكل دوري أو طول السنة مثلا هل في مميزات معينة تقدموها لهذا الشخص اللي هالجهة الحكومية أو غيره غير اللي موجودة في الأسواق حتى مثلا على مستوى السعر أو شيء مثلا هل في مميزات لعملائكم بالنسبة للمميزات نحن نقدم للمؤسسات لفعالياتهم نقدر نطبع اللوجو مالهم في الليبر حلو. ونشارككم فعاليتهم جميل. طيب سريعا بس قبل لا نختم معكم يعني شو العوائق اللي دائما تواجهونها أو كنتوا تواجهونها والحمد لله رب العالمين يعني من خلال التطور الحين ما صارت عندكم يعني أو سواء من خلال الجمهور أو من خلال مثلا عندكم أنتم داخل المصنع يعني. بالنسبة للإنتاج أنا عندي ملاحظة بالنسبة للجمهور إحنا لما نعطيهم العبوة نظيفة وما فيها شوائبها نتمنى أنهم يرجعون لنا إياها نظيفة بعد صحيح. للأسف مرات تأتي فيها يعني مخلفات فيها أشياء هذه العبوة إحنا على طول نعدمها لأن هذه دخلت في المكينة توسخ العبوات كلها صحيح. يمكن ما تتنظف أيوة فنتمنى أنهم يحافظون على العبوة بعد نعم. خاصة يعني في ناس ما شفنا نحن كثير يعني من هذا يعني ما شاء الله يشلون بعد ما يخلص خاصة البرميل هذا اللي فوق العبوة مثلا وراء في الستور ولا مكان رموا الغبار وكذا وفي أشياء ممكن صغارية حتى هي نفسها يعني من الخارج ممكن تتضرر يعني نتيجة مثلاً طاحت على الأرض أو شيء ممكن تتضرر في أماكن فيها زيوت نعم عموما نتمنى لكم كل التوفيق الحقيقة وجهودكم واضحة يعطيكم العافية كل الشكر على وجودكم ويانا الأستاذة حنان الخيال نائب التسويق في مصنع زلال والأستاذة أميرة حسين عبد الرحمن مديرة الإنتاج في مصنع مياه زلال شكرا لكم كل التوفيق إن شاء الله مشكورين على الاستضافة